أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه العربي والإقليمي، مشيرا إلى جهود بغداد في تقريب وجهات النظر المختلفة وكل ما يعزز أمن المنطقة. وشدد رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفدا من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المصرية على الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والمنطقة في مسار تحقيق التنمية والازدهار للشعب العراقي والشعوب الشقيقة والصديقة. هذا وقد حمل الوفد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء العراقي.